يحكى عن قضية فساد معينة، هي ماذا؟ أسوأ شيء سمعته مثلاً أو عرفته أو معلومة؟ لا كثير، بس يعني الفساد موجود في كل بلاد العالم طبعاً، ولكن نسبته في مصر في درجات أعلى بكثير من النسب العالمية. زي ما حضرتك قلتي بدرجات، إحنا في مصر بنتعدى كل المؤشرات العالمية في موضوع الفساد. لذلك لازم يكون على أولوية أي حكومة هتيجي بعد الثورة. اجتماع مجلس الوزراء اللي فات، رغم ان احنا كنا ده تاني اجتماع لنا في مجلس الوزراء، ولكن احنا وافقنا على مشروع قانون تضارب المصالح، وهو اللي بيحط الاطار لاي مسؤول في الدوله سواء وزير او رئيس هيئه او وكيل وزاره، ايه الحاجات اللي يقدر يعملها وايه الحاجات اللي ما يقدرش يعملها، بيسموه قانون تضارب المصالح. وده كان اول خطوه عملناها في الحكومه الجديده لمحاربه الفساد. ولكن محاربه الفساد هتاخد وقت طويل، يعني القوانين ما بتنهيش الفساد، لازم تغيير في ثقافة المؤسسات نفسها عشان نقدر نعدي. احنا قدامنا رود ماب، عندنا يعني خطة طريق هتاخد لها حوالي 5 سنين، لكن كل سنة هنحس ان في تحسن وفي تقليل من عمليات الفساد الموجودة في الجهاز الحكومي. الجهاز الحكومي النهاردة مكون من 6.5 مليون موظف، وهو من اكبر الاجهزه الحكوميه في العالم. يعني معروف عن مصر البيروقراطيه كمان، فيري هيفي بيروقراسي. بالظبط، فالبيروقراسي بتخلق فساد. احنا شغالين دلوقتي في مشروع، الحقيقه هم كانوا شغالين حتى قبل انا ما اجي فيه، في وزاره التنميه الاداريه، وهو اللي احنا مسميه الشباك الواحد. جزء كبير من الفساد لما بتحط طالب الخدمه مع مقدم الخدمه وجها لوجه، يقوم يحصل فساد. لكن لو النهارده اللي احنا المشروع اللي شغالين عليه ده في المحليات، وهي من الاجزاء الحكوميه اللي يعني فيها فساد. الموظف المواطن اللي ما بيروح عشان عايز خدمه من المحليات ويتقابل مع الموظف اللي بيقدم الخدمه، هنا احنا فتحنا باب كبير للفساد. ولكن لو هو بيروح يقدم كل الاوراق في شباك واحد ولا يتعامل مع مقدم الخدمه، هو بيقدم كل حاجه في شباك معين ومقدم الخدمه لا يرى. سمعنا بإحدى المقابلات أنه حتى شخص ممكن يدفع لرئيسه تحت يعطيه ترقية بالعمل. هذه لا تحتاج لا شباك، ولا بتنحل بشباك، ولا بتنحل بقانون، ولا بتنحل بشيء. فهيك أمور كيف ممكن أنه تتعاملوا معها؟ هذا مجموعة الخطوات اللي احنا هناخدها، هيكون فيها قانون مخصوص إن شاء الله لمحاربة هذه الأنواع من الفساد.